بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. في هذا الفيديو القصير سوف نتحدث عن integration by part في حالة أن الدال المكامل أو الانتجراند هو إيش كثيرة أو قوة أو باور في دالة لوغاريتمية أو كثيرة حدود في trig inverse. إذن أنا عندي إيش كثيرة حدود أو باور في دالة لوغاريتمية وثم ومن ثم النوع الثاني إنه إيش كثيرة حدود في إيش trigonometric inverse function. طيب خلينا نعطي مثال وأبدأ بواحدة مثلا إيش تكامل x تربيع لين x dx كثيرة حدود في دالة لوغاريتمية. هاخد طبعا اليو بالدالة اللوغاريتمية، هاخد الدي في بإيش بكثيرة الحدود أو الباور، ممكن تكون باور أحيانا. إذن هنا الدي يو بإيش واحد على x، هنا ال v بكم؟ 1 على 3 x ايش تكعيب، احنا ما نحتاج نضيف زائد c لانه في الاخير حنضيف c للتكامل كله. فالكونستنت بلس كونستنت از كونستنت. اذا هذا x سكوير لين x dx، هذا ما هو ليش؟ u في v ثم v في du بس بناقص التكامل. هنا هذا ايش حيعطيني؟ ثلث x تكعيب لين x ناقص 1 على 3 x تكعيب في واحد على x ايش دي اكس، وهذا ما هو ليش واحد على ثلاثة x تكعيب لين x ناقص واحد على ثلاثة في تكامل ايش x تربيع دي اكس، وهذا منك x تكعيب اختصر مع x اصبح ايش x تربيع، هذا ثلث x تكعيب لين x ناقص ثلث، وهذا ثلث again، اذا هذا واحد على تسعة x تكعيب زائد c. ممكن تخرج واحد على تسعة x تكعيب برا، يبقى لك هنا كم؟ ثلاثة لين x ناقص واحد زائد c. لو بتكمل ممكن تقول واحد على تسعة x تكعيب لين x تكعيب ناقص واحد زائد c. طبعا لو وقفت هنا ما هو غلط حقيقة. خلينا نعطي مثال ليش دالة مثلثية انفرس تريك انفرس، ممكن يجيك ايش تكامل تريك انفرس، يعني زي ما كان ممكن يجيك تكامل لين. فمثلا ايش مثلا تكامل اكس تان انفرس اكس دي اكس، هذا احد الامثله. طبعا اجين حختار اليو بايش بالداله المثلثيه العكسيه تان انفرس اكس، وهنا حختار الدي في بايش اكس ايش دي اكس. اذا دي يو هنا ايش حيعطيني؟ واحد على واحد زائد ايش اكس تربيع دي اكس، والفي هنا ايش حيعطيني؟ نص اكس تربيع. اذا التكامل اكس تان انفرس اكس دي اكس حيعطيني يو في في، ثم ارجع هنا بماينس التكامل يو في في ما هو الا ايش؟ نص اكس تربيع تان انفرس اكس ناقص نص برا اكس تربيع على اكس تربيع زائد واحد دي اكس. هنا ايش راشنال فانكشن، بس لاحظ الدرجه زي بعض، فانا اقدر اضيف اطرح واحد حيصبح ذا نص اكس تربيع تان انفرس اكس ناقص نص تكامل، حكتب اكس تربيع زائد واحد ناقص واحد على اكس تربيع زائد واحد دي اكس، حوزع المقام. اذا هذا يعطيني نص اكس تربيع تان انفرس اكس، او حاول لو سويته بتسوي قسمه مطوله برضه صحيح، نص اسف نص، هنا افتح قوس تكامل x تربيع زائدا واحد على x تربيع زائدا واحد dx ناقص واحد على x تربيع زائد واحد dx، وهذا حيساوي نص x تربيع tan inverse x ناقص نص في تكامل dx ناقص يصير ايش زائد نص ناقص في ناقص اصبح زائد تكامل واحد على x تربيع زائد واحد dx، وهذا حيعطيني نص x تربيع tan inverse x ناقص نص x تكامل ده بx، هذا ما هو الا tan inverse، إذا هذا نص tan inverse x زائد c. ممكن نكتبها احنا نص x تربيع tan inverse x زائد نص tan inverse x ناقصا نص x زائد c. إذا هنا شرحنا كل إيش على الأقل إيش حالات اللي إيش كثيرة حدود أو باور في logarithmic function.
كثيرة حدوده في إيش تان إنفرس أو في تريجنومتريك إنفرس مو تان إنفرس تريجنومتريك إنفرس. ممكن الإكس هذا ما يكون موجود يكون واحد ستيل كمان الضرب هذا حصل كثيرة حدود في إيش ولا واحد في إيش في تريجنومتريك إنفرس. ممكن يجيك تكامل تان إنفرس ممكن يجيك تكامل ساين إنفرس سيك إنفرس. خليني أعطي مثال مثلا ليش تكامل ساين إنفرس تكامل ساين إنفرس x إيش دي إكس. إذن هنا اليو بإيش ساين إنفرس الدي في مثلا بإيش دي إكس الدي يو هو إيش واحد على جذر واحد ناقص x تربيع دي إكس ال v ما هو الا بايش x ايش x ال v ما هو الا بايش بx u v v. اذا التكامل ساين انفرس x dx يساوي x ساين انفرس x ناقص تكامل x على جذر واحد ناقص x تربيع dx. لاحظ انه هذا اقدر اكتبه x ساين إنفرس إكس ناقص تكامل واحد ناقص إكس تربيع أس ناقص نص وهنا إكس دي إكس مشتقة اللي جوا ناقص اثنين إكس. إذا أنا محتاج ناقص اثنين أحط برا ناقص نص هنا يصبح إكس ساين إنفرس إكس ناقص عصير زايد نص وهنا واحد ناقص إكس تربيع أس ناقص نص ناقص اثنين إكس دي إكس. دال أس قوة في مشتقة ما جوتها في مشتقة ما بداخلها هذا تزود على أس واحد يقسم على أس الجدي هذا إكس ساين إنفرس إكس زائد النص دالة أس قوة مشتقتها موجودة تكامل زود على أس واحد يقسم على أس الجديد هذا إيش حيعطيني واحد ناقص إكس تربيع أس نص أضرب في اثنين زائد نسي إنك تقسم على مقلوبة يعني الضرب فيها إيش تقسم على الأس يعني الضرب في مقلوبة هذا حيصبح لي إكس ساين إنفرس إكس زائد جذر واحد ناقص إكس تربيع زائد نسي